احنا حبيبي هنبتدي من مصر، مش هنبتدي بقى ايه من الدوري من السعوديه، السعودي. هنبتدي اوكي هنقفل ان شاء الله بالدوري السعودي. عندنا اوكي حاجه مهمه جدا هو تشكيله منتخب مصر والتغييرات اللي حصلت في الجديده، كلمينا بقى. اولا اول مره اكون سعيده من التشكيل بتاع المنتخب، يعني النهار يعني من الفترات، يعني بقى لي كتير انا متابعه حسام حسن، ولكن مش كان من السهل انه يرضينا. يعني هو عمل المره دي حاجه حلوه قوي، انه تم استبعاد امام عاشور وعمر كمال. انا شايفه انه ده عقاب لامام عاشور بعد الاحداث الاخيره واللي حصلت في ماتش السوبر، فانا شايفه ان ده عقاب حلو قوي. وكمان تشكيله المنتخب بقت مريحه لكل الناس، يعني كل الناس اللي كانت مستاءه من تشكيله المنتخب، انا من الناس اللي مش زعلانه دلوقتي، انا سعيده جدا باللي انا شايفاه. ليه بقى؟ قول لنا يعني مبسوطه ليه؟ عشان لان في ناس تستحق وفي ناس ما تستحقش، في اسمين كمان ثلاثه اكيد يعني مش سعيده ان هم موجودين، بس في ناس تستحق تكون موجوده وناس ما تستحقش. يعني انا من وجهه نظري لو يعني استبعاد امام عاشور مثلا، صح استبعاد ولا امام عاشور لازم يتعاقب، يعني لازم على الاحداث الاخيره كان يتعاقب. هو ما صرحش بده بس احنا بنقول ده، هو ليه تم استبعاده من الماتش القادم ليه؟ ما نعرفش، بس هو احنا من وجهه نظرنا كمتفرجين لا، اكيد كان لازم يبقى في عقاب بعد ما بعد اللي حصل من ماتش سوبر. بس هو لاعب مميز برضه امام حتى عاشور، لو يعني لاعب برضه معنى مش كده ان انت ما تتعاقبش، معنى كده ان انت تبقى الملعب ده كانه ملعب في الشارع، مش الناس كلها بتتفرج علينا، مش الجمهور شايفنا، صح ولا لا؟ صح. بس فانا شايفه ان عمر كمال انا مش شايفه ان الواجهه اللي تستحق انها، يعني مش تستحق، مش شايفه الفز. يعني عايزه اتكلم بقى على شخص، يعني ناس في جدل كبير عليه، عمر مرموش، وانه ازاي هو يعني بس انا متضايقه انا لما يبقى اعلاميين او زملاء بيتكلموا على طبعا لا، انا عايزه عمر مرموش. عمر مرموش عمر مرموش يعني لو انا كنت اتكلمت على امام عاشور وقلت له انت كبرت وبتروح الشغل خلاص وبقالك يعني بتعتمد على نفسك الخ، عمر مرموش لاعب بيلعب من هو عنده 16 سنة، بس هو متألق برضه في الدوري ده مليون في المية في الدوري الألماني. أنا بتكلم على الناس اللي بتقول إيه عمله عمر مرموش عشان يكون موجود في المنتخب. عمر مرموش اللي بيلعب من هو عنده 16 سنة يعني في الدوري الألماني في البونز ليجا، وثابت نفسه على مدار كام سنة، كام من 4 5 سنين، النهارده أرسنال بتتخانق عليه، الدوري الإنجليزي بيتخانق عليه. يعني إحنا عندنا صلاح جديد جاي عنده 25 سنة أو 24 سنة، الولد محقق. فأنا عايز أفهم بس الإعلاميين والنقاد الرياضيين اللي قالوا إيه اللي عملوا، يعني إيه إمام عاشور عشان سوري عمر مرموش علشان يكون موجود في المنتخب. واحد عنده 16 سنة بيلعب من هو عنده 16 سنة ل 25 سنة، يعني كام سنة بيشتغل يا إدوارد؟ 10 سنين؟ حوالي 10 سنين. 10 سنين، أنت عندك لاعب بيلعب في النادي الأهلي يا حرام محترف نص سنة في ميتلاند، ورجع عامل لك مشاكل بره وجوه، عامل لك مشاكل لا تعد ولا تحصى. على إمام عاشور يعني. طبعًا أنت زي إيه بقى؟ زي إيه المشاكل؟ المشاكل يعني بره بقى، يعني بره بره الكورة. طب هو بره الكوره ما حدش ليه دعوه، بره الكوره معلش لما بتبقى عليك الاضواء، يعني انت ينفع تخبط حد بعربيتك مثلا بعد الشر عليك وتنزل تشتمه، ولا هتقول له سلامتك عملت ايه مثلا؟ احنا بندي لك، انت ما بتبقى شخصيه عامه وعليك الاضواء، هل بتلتزم ولا بتقضيها زي الناس العاديه اللي ممكن سهل انك تنفعل على اي حد وانت ماشي، وسهل وسهل وسهل؟ لا طبعا الناس اللي عليها سبوت لازم تبقى ملتزمه بشكلها، وكمان ابقى عامل قيمه للناس يعني، او اقدر الناس. يعني هو امام عاشور بيضيع موهبته بسبب سلوكياته، ده قصدك؟ مش موهبته بسبب سلوكياته، الاثنين لازم يبقوا مع بعض. انا ما بقتنعش ان انا عندي موهبه ما عنديش اخلاقيات او سلوكيات، لا. الموهبه اللي بيحفزها وينميها اخلاقك، نفسيتك، تربيتك، البيئه اللي انت طالع منها. لو دي لو موهبه حقيقيه، اللي موتها ان العوامل ما تبقاش موجوده، فالعوامل مش موجوده فهتنتهي بسرعه، هتطفي بسرعه. طول ما العوامل موجوده خلاص اعرف ان انت طلعت السما، لكن العوامل التانيه مش موجوده، انا ما عايز تقنعني ازاي ان انت هتكمل؟ هتكمل عشان ايه؟ هتبقى فتره، هتبقى فينومينا وتختفي. بس ما تقنعنيش ان انت توصل لحتت ابعد، ما بقتنعش ان بحد يحترف يا ادوارد ويرجع من الاحتراف علشان يلعب محلي. لا ده مش نجاح. طب في برضو أزمة في الأهلي بسبب تصريحات اللاعب أحمد القندوسي طبعا. إيه المشكلة بقى؟ بص أنا اتكلمت في الموضوع ده امبارح، موضوع القندوسي وموضوع
التعاقدات احنا مش عارفين فين الحقيقه. يعني انا ما اقدرش اجزم واقول لك هو صح ولا غلط، ولكن احنا عندنا مشكله في مصر في الصفقات، في اتمام ابرام الصفقه. يعني انت عشان تتم صفقة احنا دايما لازم نسمع فيها قيل وقال كتير، ولازم نسمع ان ده اتخانق وده اتخانق وده اتخانق، وان في وسيط في النص، وان في وكيل، وان في وكيل ودى ده لفين، وده عايز كوميشن ايه. فكل الكلام ده موجود في كل الاندية، بس احنا ما نعرفش كواليسها. ومش بس في كرة القدم، موجود في كل حتى الالعاب الاخرى. فانا مش هقدر النهاردة اجزم واقول لك فين الصراحة وفين الحقيقة. هل الوكلاء فعلا بيتحكموا في صفقات الاندية ولا بتبقى من وجهة نظري انا طبعا ليهم يعني ليهم كلامه صح بقى. مش بيتحكموا بمعنى كلمة بيتحكموا، بس يقدر يبوظ صفقة. دي معناها بالنسبة لك تحكم. يقدر يبوظ صفقة، يقدر يجيب اللاعب ده للنادي ده، أو يعرض عليه كوميشن، أو يعرض عليه عرض تاني من مكان تاني مثلا، فاهم، من نادي تاني، يبوظ النادي ده اللي عايز ياخده. يبوظ مثلا الأهلي مثلا عاوز إدوارد، فيجي يجي وكيل من ناحية تانية يقول له أنا عندي ليك عرض بره مصر كذا كذا كذا، إيه رأيك أوديك؟ بس هتاخد كذا. يبقى بوظ الصفقة للنادي اللي عاوز ياخدك ولا لا؟ طبعا ده بيحصل. وبعدين يرجع يزعل يقولك لا انت خدت صفقة مني. فده بيحصل ما بين الأندية. لا طبعا، ناس كتير وناس كتير ما بتبقاش معاها الرخصة الدولية. اول حاجة بيعملها دلوقتي ان هو بيعرض احمد القندوسي ده للبيع، اللي هو مين؟ الوكيل. طب ما هو الوكيل ماشي، الاهلي اوريدي مطلعوا اعاره، فحقه ان هو بعد الاعاره انه يبيعه. دي مش المشكله، المشكله في ان انت عرضه للبيع بعد المشاكل. ايوه، ما هو في اعاره اوريدي يا ادوارد، يعني هو طالع نادي تاني اعاره، فاوريدي هو بايعه اول مره، فطبيعي انه يبيعه تاني. والاعاره انت تقدر تبيعه مرتين، ما دام الاعاره تقدر تبيعه مرتين، وبعد كده ان هو يبقى حر، انتقال حر لاي نادي وبيدفع فلوسه، فده عادي لان هو اوريدي متباع. بس هذا عمل برضو اعاده تشكيل لجنه التعاقدات. ده حقيقي، ده حقيقي. وده بص، انا بشجع نادي الاهلي وبحبه جدا، بس في حاجات يعني ليه بتاخد الموقف بعد ما بيبقى للعلن، بعد ما بيوصل للراي العام، او بعد ما حد بيتكلم؟ ليه بخدت الموقف متاخر؟ لو انت عندك مشكله في التعاقدات ما حلتهاش من بدري ليه؟ ما جبتش حد كفء للمنطقه دي ليه؟ معنى ان انت تغير النهارده او ان انت تعمل لجنه للتعاقدات، معنى كده ان انت كان عندك مشكله في الحته دي ما حلتهاش من بدري ليه؟ هو ده كلامي للنادي الاهلي. كان لازم تحل الموضوع ده قبل ما الموضوع يكبر ويطلع على الشاشات. طيب نرجع تاني بقى لتشكيل منتخب مصر. انا شايفك انك بقى راضي عن حسام حسن بعد ما انت كنت عماله تقولي انتقادات عليه، وانا مش عارفه، وانا بقول لك احنا ممكن ناخد كاس العالم. طب وعمر جابر؟ هتقولي انت راضي عليه دلوقتي، هقول لك طب وعمر جابر؟ سؤالي بقى الكابتن حسام حسن، هل عدم انضمام عمر جابر موضوع شخصي؟ موضوع شخصي ده انت عندك بقى. لا انا ما عنديش، انا عندي سؤال لي. عندك كلام في الكواليس؟ لا انا عندي سؤال لي. هل عدم انضمام لحسام حسن، هل عدم انضمام، انا سعيده جدا بالتشكيل، بس ليا سؤال، لماذا لم يتم انضمام عمر جابر من ضمن تشكيل المنتخب؟ يعني انت وصلك ان عنده مشكله مع عمر جابر؟ لا، هو كلنا عارفين مش عنده مشكله طبعا، احنا كلنا عارفين بموضوع على ما اعتقد. مش عايزه بس اقول اي كلام لانه مش عايزه اقول كلام يتاخد عليا، بس كل الناس بتقول الكلام ده، الصحافه بتقول الكلام ده، بتقول السوشيال ميديا، انه عدم انضمام عمر جابر انه لموضوع شخصي. بس ايه هو؟ حتى لو انا عارفاه مش هقوله، مش هينفع قدام الكاميرات لان انا لا اعلم صحته، ما كنتش يعني قاعده معاهم في الكواليس، فما اقدرش ان انا مجرد كلام مسموع ان في حاجه حاصله وناس قريبه، بس انا ما اقدرش ان انا اقول زيهم. انا كنتش قاعده، انا من الناس اللي اذا تطلقت العين كذبت الاذن. ما اقدرش. عشان ايام المنتخب كان بيقولوا دايما ان صلاح هو اللي بيفرده. لا خالص، عشان حاجه لا لا لا، المعلومه ناقصه، مش كده موضوع اكبر من كده. ما تقول لنا اي حاجه يا مي. ما اقدرش ان انا ادينه، ما اقدرش. افرض هو مظلوم او ده مظلوم، فانا هقول المعلومه على الفاضي. هو بيقال ان هو عمر جابر، وانا ما صدقش دي سبب اقالته من بيراميدز، يعني او ان هو عدم تواجد حسام حسن من بيراميدز، وانا ما اعتقدش. او حتى لو هو كده، الموضوع ملوش علاقه بالمنتخب، ده نداء الوطني يعني. وده يخليه فعلا يعمل معاه مشكله ويستبعده. الله اعلم، لازم برضو اديله يعني. هو ما بيبصش بقى على كفاءه اللاعب. ما حصلت مع عمر كمال، لحد ما انا طلعت وقلت انت ما بتاخدش عمر كمال علشان حاجه شخصيه ما بينك وما بينه، من ايام المصري، من ايام. ما حصلت مع عمر كمال، وبعد كده ضمه يعني توه الناس شويه، وبعد كده النهارده ما ضمش عمر كمال. بس يعني ضموا ماتشين ثلاثه كده، وبعد كده ما ضمش. هتحيريني ليه يعني؟ في الاخر انت شايف حسام حسن
راضية عن التشكيل اللي عامله ولا يعني بص راضية راضية ومش بنسبة، راضية؟ راضية بنسبة 80%. طيب يعني ده حاجة في 20% فيهم ناس تستحق يا ادوارد. مين؟ يعني زي مين اللي يستحق يكون زي موجود؟ هو عمر جابر، زي مثلا، مثلا انا ما كنتش استحاله ده يحصل ان هو ما يضمش الشناوي يعني عواد بس عايزه بس اتاكد من التشكيل يكون قدامي عواد واسفه مين ومصطفى شوبير. انا مبسوطه ان هم موجودين طبعا في التشكيل لان ما كانش ينفع ما يبقوش موجودين. في ناس تانية تستحق بس انا مش قدامي تشكيل عشان اقول لك مين، بس الاسمين اللي جم على بالي ان هم مش موجودين عمر جابر. انا مبسوطه ان امام عاشور اتعاقب. كهربا موجود. معانا محمد من الغردقة. يا محمد السلام عليكم يا استاذ ادوارد، ازيك؟ عامل ايه يا حبيبي؟ اتفضل. الحمد لله، يا رب حضرتك تكون بخير وصحه وعافيه. الحمد لله يا حبيبي، نشكر ربنا. حضرتك انا محمد اللي حضرتك استضفتني قبل كده. اهلا بيك. الو يا محمد، ارجع كلمنا تاني يا محمد. ومعانا ناجي من القاهرة. يا ناجي برنس القاهرة اليوم ادوارد حبيبي وصديقي العزيز. حبيبي يا ناجي، طبعا برحب بضيفتك الإعلامية الرائعة مي حلمي. الكرة الذهبية، ايه رأيك في اللقب ده؟ الكرة الذهبية، الجولدن بول. بس هو في الأول ادوارد عايز أقول بس إيه، كل سنة وانتم طيبين بمناسبة الذكرى 51 لحرب أكتوبر المجيدة. طبعا انت طيب. وتعظيم سلام وتحية لقواتنا المسلحة حامية الوطن وزعيم والزعماء اللي تولوا على حكم مصر. طبعا. وطبعا كل سنة وانتم طيبين. وانت طيب. انت طيب. عايز أقول حاجة بقى بمناسبة المنتخب الوطني والكابتن حسام حسن. هي الأستاذة مي وأنت يا إدوار بتتكلموا على اختيارات حسام حسن المرة دي في التشكيل. مظبوط. وبيقولوا مش مي بس اللي بتقول، الصحف والمواقع بتقول إن سبب عدم اختيار عمر جابر حاجة شخصية. مظبوط. وقبل كده كان عمر كمال عبد الواحد كان حاجة شخصية. هو أنا عايز أسأل سؤال، هو الحاجة الشخصية تنفع تبقى يعني مثلا ايه يعني ينفع انها تبقى موجودة في مدرب منتخب قومي انه يخاطر بتشكيل الصح لمنتخب مصر عشان حاجة شخصية؟ طب ما هو انا عايز اقول لك الحاجة، هو انا يعني انا لو واحد انا متخانق معاه بس هيكسبني، طب ما انا ليه ليه ليه, ليه احط ليه احط الخلافات الشخصية في اختياراتي؟ طب ما انت كده ممكن انت بعد كده تخسر ويقول لك طب ما انت كنت خدت عمر جابر مثلا، ما فيش باك يمين دلوقتي كويس لان محمد هاني ما اتاخدش. فانا عايز اسال سؤال، ليه بس انا سعيده ان هو ما خدش محمد هاني عادي، لكن انا ازعل على عمر جابر. انا فاهم يا استاذه مي، بس انا ليه الخلافات الشخصيه تخش في في في, في مصلحه المنتخب والبلد؟ هو ده سؤالي. انا سالت السؤال ده قبليك وقعدت فتره كبيره بدافع عن عمر كمال، مش حبا في لعبه، لا انا عمر كمال انا كمتفرجه ما بيعجبنيش يعني كلاعب، يعني عندنا احرف وامهر منه، ولكن انا كنت ضد الخلافات الشخصيه يا استاذ ناجي. يعني أيوة انا يعني انا قلت أنا انت من ايام المصري وانت مقعده على الدكه. انا معاكي يا استاذه مي، الخلافات الشخصيه ما ينفعش تبقى في مدير فني منتخب مصر. مظبوط. اكمل لك بس، يعني انا طلعت قلت الكلام ده يا ادوارد وقلت انه ما ينفعش وعمر كمال، والله الاثنين يا استاذ ناجي، بس عشان اقول لك وبعد ما نشدت وعملت حلقه قويه جدا يعني طلعوا الاثنين قال لك ما فيش ما بيننا خلافات شخصيه، خلاص انت حر يا عمر يا كمال، خليك قاعد على الدكه لحد النهارده اهو قاعد. هو بالظبط بعد ما انا قلت الكلام ده لعب عمر كمال ماتشين ثلاثه وقعدوا تاني على الدكه. اتمنى ان عمر كمال النهارده وانا كنت بجيب له حقه يكون مبسوط وهو قاعد على الدكه، عشان هو طلع بنفسه وقال لك ما فيش خلافات، كنت بتسيس وقتها هو بيعمل للمستقبل وقتك بقى علشان تلعب. طب انت النهارده قعدت، وريني بقى يا عمر يا كمال. يعني يا استاذه مي انا طبعا فقرتك كل يوم حد بتبقى مميزه جدا. طبعا. يعني مميزه جدا، اللي عندك معلومات كبيره جدا دي عندها الخلافات الشخصيه اللي حاصله ومش عايزه تقولها. طب انا عشان خاطر ادوارد انا هقول دلوقتي، عشان هو ادوارد السبب بصراحه ان الفقره تطلع كده، مش والله ما هقدر انكر. قولي ناجي خلاف واحد يلا.
بس يقال ما يقال في الكواليس نقلا عن وليس من، عشان احمي نفسي، عشان احمي نفسي من الحته دي يا ادوارد، يقال نقلا عن وليس من الصحف او ما يتردد عن اخبار السوشيال ميديا. لا اعلم صحه الخبر، لا اعلم صحه الخبر، ولكن يقال ان عمر جابر كان السبب في استبعاد او حسام حسن من نادي بيراميدز. ده اللي اتقال على السوشيال ميديا، مش مني نقلا عن وليس من. معنا استاذ محمد العراقي مدير اداره الاعلام باتحاد الكوره، وديك سمعت حضرتك كلام مي، قول لنا بقى تعليق حضرتك ايه. مساء الفل، ازيك، اهلا بيك، اهلا بيك يا مي، ومنورين كالعاده. طب انا اتكلمت اديك سمعت الكلام كده، فتحت بعضك سمعت من غير ايه، من بيلبسني في الحيط، بس انا بحبه مش مشكله. ما سمعتش مي، ما سمعتش. طيب حسام، هو بيقول لك على حسام حسن والخلافات الشخصيه ما بينه وما بين اللعيبه، يا استاذ محمد هل ده طبيعي؟ ده سؤال الجمهور، لسه كان مع إدوارد دلوقتي حد من الجمهور وبيسأل نفس السؤال، هل الطبيعي ان انت يبقى ما بيني وما بينك خلاف شخصي وانا شاطرة، فانت همك ايه؟ همك انا دلوقتي انا وإدوارد اتخنان بعد الشر ماشي؟ وبعدين وانا شاطرة اوكي؟ هل إدوارد هيتعامل معايا على المشكلة ولا هيتعامل معايا على ان انا شاطرة ووجودي مهم؟ هو عاقل فهيعمل ايه؟ صح ولا لا؟ مظبوط. بس هل انا هدور على مصلحه الكل ولا هدور على الخناقتي؟ لا لا، انا ليا وجهه نظر مختلفه. انا ليا وجهه نظر ان المدير الفني هو المسؤول عن كل حاجه، مسؤول عن اختياراته، لان احنا في الاول وفي الاخر لما بيجي بنحاسب المدير الفني. مزبوط. هو بقى اختار غلط اختار صح، دي حاجه ترجع له هو. غير كده كمان هو ممكن يكون في لعيب كويس جدا جدا، بس هو شايف ان هو مش بيخدم على الخطه بتاعته، شايف ان اللعيب، بعيدا بقى عن موضوع الخلافات الشخصيه والكلام ده، لان ده حاجه يعني احنا ما نقدرش نقولها وما نقدرش نثبتها، احنا بنتكلم باللي ظاهر قدامنا. اللي ظاهر قدامنا ان دي لعيبه موجوده وهو ليه اختيارات كابتن حسام زيه زي اي مدرب قبل كده، فبالتالي احنا لازم نحترم اختيارات المدير الفني. بس في حاجه تانية مهمه، زي ما هنحترم اختياراته هيبقى برضه في حساب على النتائج، وده اعتقد اللي حصل الفتره اللي فاتت لما كابتن حسام يعني بدل كابتن حسام ماشي بشكل كويس، وبدل اللعيبه اللي بيختارها قادره تعمل المردود اللي هو طالبه، قادره تحقق امنياتنا وتحقق رغباتنا، فبالتالي ما هيبقاش في مشكله. نبتدي بقى نتكلم في الكلام ده ويبقى عندنا منطق وبجد حقيقي، لو لا قدر الله النتائج مش على افضل حاجه، ولكن لحد اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها دي النتائج على افضل ما يكون، بل بالعكس هي جت وفاقت التوقعات بتاعتنا كلنا، والحمد لله توأم وكابتن حسام ماشيين بشكل كويس جدا جدا، وان شاء الله كمان ده يكمل في ماتشين موريتانيا. يمكن انا شايف ان الاختيارات جيده، حتى لو ما بتتكلم ان في مثلا اسم كان المفروض يتضاف او اسم يتشال، فدي حاجات بسيطه. كنا زمان بنختلف على 10 اسماء او يعني اسماء كتيره جدا مع مدربين تانين، ففكره ان احنا نوصل ان احنا بنختلف على اسم او اتنين اعتقد ده نجاح كبير. كلنا لو جينا حطينا قائمه يعني لو استاذ ادوار، لو مي، لو انا، لو اي حد حط قائمه، اكيد هنحط قوائم مختلفه. عمرنا ما هنتفق على قائمه فيها مثلا 25 لعيب، قائمه كلنا حاطينها زي ما زي بعض، ده مستحيل، لان كل واحد فينا بيبقى ليه رؤيه. بالزبط. خصوصا كمان المدربين الفنيين هو بيبقى بقى بيعتمد على حاجه ثانيه غير رؤيته، هو بيعتمد على الخطه بتاعته. هل اللاعب دوت حتى لو هو لاعب كبير ولاعب جيد هيخدم على خطته ولا لا؟ ده اكيد بيكون السؤال الاول للمدير الفني. فبالتالي ما دام النتائج ماشيه بشكل كويس مش هنقدر نقف عند الحته دي كتير. احنا طبعا انا عارف ان انتوا طبعا داعمين بشكل كبير جدا لمنتخبنا الوطني طبعا. وعارف متاكد يعني ان شاء الله باذن الله المنتخب هيلقى دعم كبير جدا جدا، خصوصا كمان الحمد لله الفتره دي يمكن لعيبتنا متالقين بشكل كبير. شفنا النهارده مرموش التالق الكبير جدا. انت اتكلمت استاذ محمد، انت اتكلمت على عمر مرموش، هل يرضيك، خليني بقى اكلمك بالعاميه مش باللغه العربيه، ما قاله رضا عبد العال والاستاذ مهيب على عمر مرموش؟ انا اتكلمت على امام عاشور وانت عارف الفتره اللي فاتت من ساعه خساره السوبر. طيب هل الطبيعي ان انا عندي لاعب بيشتغل، هو اسمها شغلانه دلوقتي بتشتغل ايه؟ خلاص انت لاعب كره قدم. طيب الولد بيشتغل من هو عنده 16 سنه لحد ال 25، وانا عندي لاعب تاني بيشتغل بقاله كام سنه ومش محقق نفس اللي حققه عمر مرموش في البونز ليجا، اوكي؟ فازاي انا النهارده اجي اقول هو حقق ايه يعني، عمل الذره عشان يجي المنتخب؟ على فكره هو قاعد هناك مستفاد من غير ما يجي المنتخب ولا حاجه. طيب اقول لك على حاجه يا مي، بعيدا عن الاسماء خالص اللي اتكلمت، انا هتكلم بشكل عام. انا ما بقولش اسماء، بس بصراحه هم لازم يتقال اساميهم، لازم يتقال اساميهم، لان ده ابننا وشرفنا بره يعني. هرد رد هيعجبك قوي والله. اوكي. النهارده مع احترامي الشديد لاي حد قال الكلام ده، النهارده مين في اسوأ موقف او موقف لا يحسد عليه؟ كل اللي قالوا كده، لان مرموش وادائه اللي قدمه اكد ان كل حد اتكلم عليه بشكل سيء او بشكل لا يليق بيه فهو ما بيفهمش كوره. بالظبط. اه بدون بقى بصي بدون ايه ما نتنحر، انا موافق، بدون اي حرق الدم. النهارده اي حد بيعتبر نفسه خبير او بيعتبر نفسه بيفهم في الكوره
او بيعتبر نفسه راجل يقدر ينقد في الكوره لما يكون اتكلم بشكل سيء على مرموش، وبعد كده مرموش يقدم اللي بيقدمه ده دلوقتي، فبالتالي هو مفيش حد خسران او مفيش حد اتثبت ان هو ما عندوش فكره عن الكوره غير اللي قال كده. فاعتقد الكلام كده يعني واضح جدا بدون صح. بقى ما نقعد ايه نقول وننتقد وبتاع، خلاص احنا بنتكلم في ايه؟ بنتكلم في لعيب هداف البوندسليجا، هداف الدوري الالماني، الارسنال بيتخانقوا عليه دلوقتي، الدوري الانجليزي بيتخانق عليه، يعني احنا هيبقى عندنا اتنين صلاح دلوقتي، صلاح جاي خلاص. الدوري الالماني هداف الدوري الالماني في وجود هاري كين، هداف الدوري الالماني في وجود هاري كين. فاحنا بنتكلم دلوقتي على اللاعب، لو اي حد اتكلم عليه بشكل سيء او اي حد قال ان هو لا يصلح او اي حد اتكلم عنه بشكل لا يليق، اعتقد ان هو دلوقتي في موقف لا يحسد عليه، لان ببساطه اي حد سمعه هيقول يا فلان الفلاني يا ريت ما تتكلمش في الكوره تاني. طب ايه راي حضرتك حتى في ساجع يا بص شفتها يا انا سعيده خلاص انت سكتني. طب ايه راي حضرتك في استبعاد امام عاشور؟ والله يمكن انا كنت حتى بتكلم مع مي قبل كده، حتى كنا بعد القايمه، اعتقد ان ده قرار في صالح امام عاشور، يعني في صالح امام عاشور طبعا طبعا. انا النهارده لما اكون مش في مستوايا وانضم فخلاص انا كده بقى ايه، هنضم باي مستوى، ولو انا يعني هلعب من غير عادي، هلعب من غير اي مش مستوى، ولكن يعني. لما يكون مستواي وحش وما انضمش، ده هيخليني اقف مع نفسي، هيخليني ابتدي اراجع افكر نفسي في مستواي واراجع طب نفسي. طب انا عندي سؤال في نفس الجزئيه بتاعت امام عاشور، هل اللعيبه بيفرق معاهم؟ معلش بس انا بكلمك بصراحه، يعني المنتخب. عايز اعرف وجودهم في المنتخب ده يعني. الله ينور عليكي، الله ينور عليكي. بصي يا ماء، انت جيتي على نقطه مهمه جدا جدا، وانا من قربي من لعيبه كتير جدا، عايز اقول لك دي بالظبط يا ماي، عارفه زي ايه؟ لما تكوني مثلا انت مذيعه كبيره ويجي لك تكريم مثلا كل سنه، انت واخده ان انت بتتكرمي من الاستفتاء الفلاني او من الاستفتاء العلاني، وبتاخدي ان انت افضل مذيعه. لو جت سنه واحده ما رحتيش الاستفتاء ده او ما اختاروكيش، هتزعلي جدا. المنتخب ده هو الكريزه، المنتخب ده اللعيبه بينهم وبين بعض بيتباهوا، انا لعيب دولي، انا لعيب بروح المنتخب. المنتخب ده انت كاتيجوري مختلف، انت النهارده لما تروح المنتخب ده معناها ان انت لعيب، ان سعرك بيعلى. ايوه مظبوط طبعا، سعرك بيعلى طبعا طبعا. بقيت عالمي، مش هتقبلك في العالميه، ده في دوريات لو انت مش لعيب دولي مش هتقبلك، زي الدوري الانجليزي مثلا. ولكن لا، انا بكلمك كمان بين اللعيبه وبينهم بين بعض. امام عاشور وهو بيتكلم مع كهربا، وهو بيتكلم مع ربيع، وهو بيتكلم مع الشناوي، وهو بيتكلم مع زيزو، وهو بيتكلم مع فتوح، اللعيبه دي كلها بتتباهى ان هي موجوده في المنتخب. واللعيب اللي ما بيروحش المنتخب بيبقى مكسوف، خصوصا من اللعيبه الكبار، اللعيبه اللي هم دوليين اساسا وعارفين ان هم بيروحوا المنتخب على طول. لما بيستبعد بالظبط كده، لما زي ما تكوني مثلا ايه مذيعه شاطره جدا وبتجيب انفرادات، وبعد كده تقعدي فتره ما تجيبيش انفرادات. بالظبط هو اللي بيحصل مع اللعيبه، ان هو بيحس ان هو لا، ما بقاش خلاص هو النجم الكبير اللي بيروح المنتخب، المطلوب في المنتخب، اللي بيخدم بلده. فلا، ده بيفرق، وبيفرق جامد جدا، وبيأثر جدا جدا على اللعيبه. واللعيب لما بيستبعد بيفكر 100,000 مره، وبيعوز يرجع باي طريقه للمنتخب. مظبوط مظبوط. شكرا الاستاذ محمد العراقي، مدير اداره الاعلام باتحاد الكوره. تعالي بقى نتكلم عن امام عاشور، طالما يعني فاتحين انت ليه ادوارد بتحب تعمل معايا كده؟ في محاكمة بجد والله العظيم. ليه؟ انت اللي بتتكلمي في كل حته في الموضوع ده، فانا ما ينفعش ما اتكلمش عندي هنا في البرنامج في تهمه الاعتداء على فرد امن المول. ولا انت خايفه من امام عاشور؟ لا، ما اخافش غير من ربنا، اخاف منه ليه؟ وانا اللي ضربته؟ انت ما تخافيش من حد خالص. لا ليه، اكيد كل واحد بيخاف، بس بخاف من ماما. كده يعني. احكي لنا اتفضلي حضرتك. بس الموضوع بتاع واقعة المول ده، انا ما تابعتوش. انا يهمني عندي الملعب اللي انت بتلعب فيه بس. انت كلاعب احنا كمان لازم نرصد اخبارك، يعني وانا ما اتكلمتش على واقعة المول دي خالص لحد امبارح. يعني شوف، هي حاصله من بدري، من وقت كبير، من كام شهر، انا ما اتكلمتش عليها خالص لحد ما امبارح المحامي بتاع الولد الفرد الامن طلع يتكلم على الموضوع. طيب، ما حدث كالاتي. انا ما كنتش حابه احكيه بس انا هحكيه. هو اللي حصل ان في خناقه حصلت في مول مع مراته، حد عاكسها، كلمت امام عاشور، جالها المول، ضربوا بعض الناس ومسك الناس، مين اللي عكسك؟ فلان فلان فلان. المهم ايه، ضربوا الناس كلها، او حصلت خناقه ما بينهم، مين اللي ضرب، مين يا ستي اللي عكسك؟ راح يسال الامن، وازاي انت كنت واقف تتفرج؟ ده اللي اتقال يعني، دي الواقع اللي اتقال. والكاميرات صورت. المهم ان في محامي للولد بتاع الامن رفع عليه قضيه، رفع قضيه على امام عاشور، على امام عاشور. الفكره بقى، امبارح احنا اكتشفنا ان فرد الامن ده اصلا محامي، مش فرد امن بس، هو محامي وفرد امن، هو المحامي بتاعه اللي قال الكلام ده. فهو رفع عليه قضيه على امام عاشور، وبعدين
انا مش فارق معايا القضيه بتاعت امام عاشور، انت ضربت تتعاقب، انت عملت حاجه غلط تتعاقب عليها، انا فارق معايا حاجه تانية في المكالمه او في الحادثه اللي حصلت. هل الطبيعي انا ماليش دعوه متجوز مطلق 2 3 4 20؟ طيب المحامي انا خدت منه يعني تصريحات. طب نسمع الفيديو الاول وبعدين نتكلم. اوكي فضل. يلا. داليا جاتلي، داليا جاتلي المكتب وعملت توكيل وجابت لي كل الفيديوهات والتسجيلات وكل حاجه بتثبت. داليا دي انا اعرفها بعدين. الزوجه الثانيه ولا ايه؟ انا اعرفش داليا دي انا اعرفها بعدين. موكله جايه لي عشان ارفع قضيه على الكابتن. ما رضيتش اعمل ده غير لما انتهي من القضيه دي حتى لا يفهم اني بضغط عليه. جيت المستشار اتنين مع حضرتك فوق يا امام، وبص لمستقبلك وبص للكوره وبطل تعتدي على الناس. حضرتك بس كل واحد في زوجه ثانيه لامام عاشور. انا ما صرعتش بحاجه يا ابني. داليا هي داليا دي لسه مجهوله. اللبيب بالاشاره يفهمه. سياده المستشار هتنادي بحضرتك لنقطه ثانيه. فريق الدفاع النهارده عن اللاعب امام عاشور يعني دعا او رفع دعوه، طلب الدعاء، طلب دعوه مدنيه ب 40,000 واحد. خلاص طبعا ده صوت المحامي علي فايز محامي فرد امن المول. اولا مين داليا؟ مين كلنا سالناه. بس انا هسال، خلينا بقى احنا نتكلم مع بعض دلوقتي. انت قلت اسم شخص صح؟ طبيعي انا كمذيع هقول لك ايه مين داليا، زي ما انت قلت دلوقتي مين داليا. طيب لما هو قال لي انا ما بقولش اسرار موكليني، طب انت ما بتقولش اسرار موكلينك قلت اسمها ليه؟ طيب قلت احنا سالناه ان الست دي كانت مرات امام عاشور، مش عشان نعرف تفاصيله، احنا عايزين نطمن هل في قضايا اخرى على امام عاشور نطمن عليه مش اكتر. انا مش عايز اعرف كواليس، قلت بالحرف كده، قلت له مش دعوه كواليس، بس انت اتهمته في حد داليا عندي بتعمل قضيه. طب داليا دي مين؟ داليا دي في الكوره؟ داليا دي الناس سالته هل هي زوجته زي ما قال المستشار مرتضى منصور قبل كده؟ قال لك اللبيب والاشاره يفهمه. طب وانا لما سالتك قلت لا ما حصلش. آخر سؤال معانا، تولي محمد رمضان منصب المدير الرياضي للنادي الأهلي. طبعا دي حاجة حلوة جدا. إيه رأيك في القرار ده؟ بص اللي عمله الغرامات المالية اللي عملها حلوة قوي. يعني هو أول ما جه مسك قال غرامة مالية تصل إلى 800,000 جنيه على أي لاعب يخترق الحظر الإعلامي، وغرامة مالية تصل إلى 500,000 جنيه على أي لاعب يتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مسيء، غرامة مالية قدرها 1,000,000 جنيه على أي لاعب يحضر أي مناسبة خاصة دون الحصول على إذن مسبق او مسبق. طب هل هو اختيار مناسب؟ بس انا ما اعرفوش. بس القرارات اللي حطها اول ما جه يا ادوارد حلوه قوي. يعني شوف هو حط لهم انه اللي هو ما فيش سهر بعد الساعه 10، الساعه 10 كلكم في البيت. ده معناها يعني ان اي حد هيسيء استخدام السوشيال ميديا هيتعاقب، اي حد هيبقى في محفل او في كذا او في كذا دون يعني الرجوع للنادي وياخد اذن عشان يعرف وان كان ده هيناسبك ولا مش هيناسبك ولا لا. غرامه ماليه اهو 500,000 800,000 مليون جنيه. طب علاقته بكولر هتبقى عامله ازاي؟ انا شايفه ان مفيش مدرب هيكره الصرامه. يعني انا الصرامة. لو انا لو مكانه في كده احكام نزلت وان انا في خصومات، مفيش حد ما بيتضايقش لما بيتخصم. يعني مسيبك من الخصم، ان هو يلمت البهرجه اللي حصلت والحفلات والكافيهات زي ما احنا قلنا الحلقه اللي فاتت، وان دول بيروحوا هنا ودول بيروحوا هنا. لا طب ليه اي مدير كوره بيجي الجماهير بتقارنه بسيد عبد الحفيظ؟ عشان سيد كان لاعب يعني، وليه محبة عند الجمهور يا إدوارد. يعني سيد كمان انت لما بتكون زي كابتن الخطيب، كابتن الخطيب ليه محبة دونا عن كل، زي صالح سليم. بلاش خلينا في صالح سليم، هو اول واحد. صالح سليم كان لاعب، لما بقى رئيس النادي بقى الحب بزياده، لان هو اوريدي كان في قلوبهم لاعب، فلما يمسك النادي اكيد هيبقى مصلحته، لان هو فضل في النادي ده لحد ما ربنا توفاه يعني. فطبيعي ان هيبقى محبتك الدبل 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 الدبل. يعني لعب كوره وبقيت رئيس النادي